طيب من ايطاليا نروح ل احنا اتكلمنا عن ميار شريف. نروح دروجبا مهاجم تشيلسي المعتزل. الحقيقه ان هو قدر يا احمد يحصد جائزه رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم عن 2020، وموقع اليويفا قال ان الجائزه دي بتمنح وفقا للانجازات البارزه والتميز على المستوى الاحترافي، وكمان بتعود للصفات الشخصيه المثاليه. ايه رايك في دروجبا من شخصيه؟ انا بحبه كلاعب كوره طبعا، بشوف دروجبا واحد من اكثر المهاجمين الافارقه المتميزين. كان عندنا قلق في امم افريقيا، كانت سنه كام دي؟ لا هو يجي لغايه عندنا ويوقف. بس انا فاكر الفتره دي كان زيدان، كان زيدان وابو تريكا. لا هو انا فاكره جدا طبعا، فاينل 2006 هنا في القاهره طبعا، بس يعني الحضري عمل معاه الواجب والزياده. ايوه صح. لكن هو الحقيقه على مستوى الكوره، لا دي دروجبا واحد من صح. من اكثر المهاجمين الافارقه اللي تميزوا وتالقوا في ملاعب اوروبا، وتحديدا كمان طبعا مع مارسيليا وتشيلسي. وخليني اقول لحضراتكم انه يمكن واحد صار من الاسباب المهمه جدا لفوز ديدييه دروجبا بالجائزه دي، مش بس كونه واحد من المهاجمين المتميزين او الرياضيين المشهورين اللي حققوا انجازات كبيره جدا، لكن كمان لانه بره الملعب الحقيقه بيتميز باخلاقيات عاليه جدا، وده واحد من شروط الجائزه، وليه دور كبير جدا في مساعده خصوصا الاطفال اللي في حاجه الى تحسين اوضاع معيشيه معينه، سواء كانت صحه او تعليم او رعايه من اي نوع، وده كان واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلى ديدييه دروجبا يفوز بجائزه رئيس الاتحاد الاوروبي. بنتبسط جدا لما يكون في كده جانب انساني.